بكم في برنامج الصحة والأسرة والمجتمع في شاشة السحر الموسيقى السودانية قناة أنغام الفضائية سودان ميوزك. وبداية بنحب ننعي وبيتقدم السيد رئيس مجلس إدارة مجموعة تا سي تي الفضائية والعاملين بها بأحر التعازي لكل أهل السودان في وفاة الباش مهندس مرغني صالح سيد أحمد والي ولاية القضارف وإخوان من القيادات التنفيذية سائلين المولى عز وجل يسكنهم فسيح جناته. وليلة عندنا موضوع مهم جدا جدا, موضوع النظافة, والنظافة أكيد سلوك راقي جدا جدا. للحديث عن الموضوع ده معنا السيد الوزير حسن إسماعيل رئيس المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية. مرحب بك. حبابك مرحب بك ومرحب بكل المشاهدين على امتداد بس هذه الفضائية, ومرحب بكل العاملين الذين يقفون خلف هذا العمل, وأيضا التحية لأخونا الرئيس مجلس الإدارة الباشمهندس محمد عمر وكل طاقم المشاهدة لهذه الفضائية. حبابك مرحب بك. أكيد موضوع كبير يا سعادة الوزير حنتكلم عنه, موضوع النظافة, موضوع ماهين سلوك عام في كل الدول, ما عندنا إحنا بس. عندكم بادرة اسمها سبت الأخضر, المغزى منها شنو والمضمون والفكرة شنو أساسا يعني؟ طيب مرحب بك. أنا مرة أخرى شاكر اهتمامكم بقضية البيئة, وشاكر حقيقة لكثير جدا من وسائل الإعلام ومنصات الإعلام اللي يمكن دعمتنا إعلاميا في هذه القضية, قضية إصحاح البيئة في ولاية الخرطوم. أكيد. مبادرة السبت الأخضر أو النفير السبت هي مبادرة أطلق الأخ الكريم والي ولاية الخرطوم الأخ هاشم فريق أول. الفكرة منها زي ما أنا ذكرت لك قبل شوية قبل ما أطلع الهواء في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول, أول شيء نحن مستهدفين بعمل يوم السبت ده إنه ننقل أكبر كمية من التراكمات بتاعت النفايات, لأنه نحن بنفرز يمكن عدد كبير جدا من أو حجم كبير جدا من النفايات, بنفرز 7000 طن يومي. 7000 دي في المعتاد ما قاعد تسحب بشكل يومي, بيكون فيها تراكمات هي اللي شايفها الناس في شكل تلوث بصري. أكيد. فالفكرة من هذه الحملة إنه نحن نحاول نطور أدواتنا بتاعت العمل في يوم السبت ده, الأدوات المادية والآليات وغيرها, وعافية المواطن نفسه إنه يطلع ويساهم. يمكن ده الفكرة الأولى, إنه نحن نسحب أكبر قدر ممكن من التكدسات يوم السبت, بإنه نحن نعمل شراكة مع المجتمع القطاعات المختلفة, نستجلب مزيد من الآليات, نستجلب مزيد من التبرعات للآليات وأدوات العمل النظافة, ننقل أكبر كمية. يا سعادتك التواصل بيكون كيف؟ الجهات الآن إحنا طالبين منها إنها توفر لنا آليات إضافية, قعدنا معه بشكل مباشر في اجتماعات بشكل مباشر, يمكن في اجتماع معروف تم مع اتحاد أصحاب العمل, في اجتماع آخر تم مع الجهات النظامية الأخرى سواء كان الدفاع الشعبي أو الشرطة الشعبية أو السجون أو غيره, دي باجتماعات مباشرة وتنسيق مباشر مع الأخ الوالي. برضو مستهدفين الكادر البشري, وديل برضو قعدنا معهم بصورة مباشرة, قعدنا يمكن مع كل فعاليات المجتمع في ولاية الخرطوم, بدأ من اتحاد المرأة, اتحاد الطلاب, اتحاد الشباب, وديل كل الفئات دي ما قصرت في أنها هي نزلت بكادرة على الأرض واشتغلت. بقى عندنا وفرة في الآليات للجهات اللي تبرعت, وبقى عندنا وفرة في الكادر البشري, ده الاستهداف الأول. الاستهداف الثاني, نحن مستصحبين إنه نحن الوعي النظري اللي قاعدين نوصله للمواطن تجاه قضية النظافة, دارين نعمل سلوك عملي من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 11 صباحا كل يوم سبت. يعني كل يوم سبت لو فئات المجتمع دي كلها مطلعت, أي شخص قدام بيته, أي شخص قدام متجره ومارس عملية إصحاح البيئة بنفسه, هو أسرته, هو وشخصه وهو جيرانه وكده, نحن بكون عندنا الآليات وعندنا السلوك بتاع المواطن. ده لما يستمر طيلة شهر ديسمبر نحن نفكر انه براكم لنا نتائج طيبة على الأرض, براكم لنا في الأول انه نقلنا كميات إضافية كبيرة, بيكون في وعي وبيكون راكم لنا وعي الناس. أيوة. وانه استصحبنا الآن, نحن شايفين المزالة دي من السبت الفات إلى السبت الماضي ده إلى السبت الجاي إن شاء الله, إحنا ملاحظين إنه في وعي كثير. يعني في ناس كتارس الآن, اتحادات طلابية واتحادات شبابية واتحادات مرأة ومنظمات بيئية الآن التغطت هذا القفاز وبدأت تشتغل هي برابي منصاتها اللي حقتها, بدأت تشتغل توعية. في ناس بيقولوا يطلعوا غير يوم السبت, في منظمات كثيرة جداً
بيجوا عندهم ايام خاصه بهم، بيطلعوا معنا يوم السبت وبيطلعوا غير ايام السبت. في جمعيات كثيره جدا بدات تستهدف مواقع حساسه، يعني الان نحن عندنا شغل في عدد كبير من المقابر الموجوده في الولايه، عدد كبير من المدارس، عدد كبير من المساجد، المواقع دي اللي هي ما فيها طبيعه بتاعت سكن، يعني هو الناس ما متواجدين فيها، لكن هي حرم مهم بالنسبه لنا، سواء كانت مساجد ولا مدارس ولا مقابر ولا حتى طريق عام. الان المنظمات الشبابيه دي بعيدا عن الشغل الرسمي واليومي، بقت ذاتها بتنزل كادره وتشتغل، ويمكن ده دي بادره او مؤشر من مؤشرات نجاح هذه الفكره وهذا المشروع اللي اطلق ولا خلوان. اكيد في تفاعل مع البادرة، ودي يمكن الحاجة اللي احنا مشجعانا ومفرحانا في انه هذه القضية كل ما احنا اقتربنا بها من المواطن وخاطبنا بها نفتكر انه الاستجابة ممكن تكون اعلى وكبيرة، وده بشجعنا في انه القصة دي تتواصل. الناس بيفكر انه البرنامج بتاع ديسمبر ده كيف احنا نخليه يتواصل، الاخ الوالي عنده تفكير في انه بعد ديسمبر احنا بنطلع كل سبت كل اسبوع في ديسمبر، من يناير الجاي حنطلع السبت الاول في كل شهر. عندنا فكره وعندنا مقترح، دل مثلا ماشي كده، لكن عندنا مقترح انه نضاعف عمليه طلوع الناس حتى في يناير، بدل نطلعهم سبت واحد يطلعوا اسبوعين يطلعوا 3 اسابيع. نفكر في القصه دي. انتوا بادرتوا اول ولما لقيتوا الناس متعاونين معاكم حبيتوا تزيدوا المده؟ اكيد اكيد اكيد. ما نحن نفتكر راس مال الوعي اللي جانا من الناس، انفعال الناس بالقضيه دي، انفعال الناس والتفافهم حول المبادره دي، حقيقه اول شيء خلانا نلمس نتائج واضحه على الارض. يمكن الناس ذاته في مشاهدات اليوميه بتلاحظ القصه دي، صحيح لسه الطريق قدامنا طويل، صحيح عمليه النظافه عمليه مستمره طالما في افراز يومي للنفايات، معناته في عمليه بتاعت نظافه يجب انها تكون مستمره. بالتالي نحن طالما نحن لجانا لتفجير الشراكه بينه وبين قطاعات المواطنين بمختلف فئاتهم، المساله دي بتغرينا انه هذه الشراكه تستمر على مستوى ايام السبت، على مستوى مبادرات اخرى، على مستوى نحن الان مثلا عندنا فكره مبادره المؤسسات يوم السبت بتكون متعطله، فدارين يوم واحد في الشهر كل منسوبي المؤسسات المختلفه سواء كانت الحكوميه ولا المؤسسات بتاعت القطاع الخاص، دي برضه تخصص يوم غير يوم السبت على انها برضه تمارس عمل وفضيله عمليه اصحاح البيئه والنظافه في ولايه الخرطوم. ويمكن شفنا نحن عندنا شعبة مهمة جدا، أصحاب وكالات السفر والسياحة يمكن طلعوا السبت الفات ونظفوا في مساحة كبيرة جدا في السوق العربي. عندنا اتحاد الشباب في ولاية الخرطوم، عندنا اتحاد الطلاب، عندنا قرابة عدد كبير من المنظمات الطوعية البيئية، برضو ديل كل واحد فيهم خصص منطقة أو حرم معين سواء كان طريق أو مساحة أو حي أو حارة وطلعوا فيها. الاشتعال ده بيغرينا انه نحن نخلي المبادره دي مستمره ونخليها موجوده ونخليها فاعله طالما هي عبر حاجه مستمره. نعم اكيد. انت قبل ذكرت المحليات جيت مر بها كده مرور الكرامه. أيوة. عايزينك تعرفنا دور المحليات شنو في الكلام ده؟ هو طبعا العمل الاساسي ده بيتنزل للمحليات، يعني نقول النظافه، نقول الطريق العام موجود في المحليات، نقول الحارات، الحارات دي موجوده في، نقول الاسواق موجوده في المحليات. فهي الميدان الاساسي اللي بنمارس فيه عمل النظافه نفسه. ودور اساسي طبعا المحليات، كل محليه عندها هيئه نظافه وعندها تشبيكات مع المجتمع، يعني اي محليه موجود فيها قطاعات المراه، موجود فيها قطاع التجار، موجود فيها الغرف التجاريه، موجود فيها الاتحادات بتاعت الاسواق، موجود فيها اتحادات الطلاب، كل التفاصيل والطيف بتاع المجتمع السوداني في ولايه الخرطوم موجود في كل محليه بتفاصيله المختلفه. بالتالي الكلام اللي احنا بنقوله فوق ده هو اللي بيتنفس تحت في المحليات، يعني ما نقوله نحن ما نضعه من الخطه اللي احنا وضعناها دي، الميدان الاساسي لتنفيذه ولانفاذه هو ميدان المحليات طبعا. حلقه الوصل بينكم وبين التنفيذ؟ لا، نحن فريق واحد، يعني مثلا الاخ الوالي، الوزاره، المحليات، ده فريق واحد. نحن عندنا دور فني، الاخ الوالي هو اللي بيدير كل هذه القصه، الإخوة المعتمدين في محلياتهم هم اللي بينفذوا البرنامج ده. نحن نقول مؤشرات نجاح لما نمشي كل محلية في جبل أولية مثلا، في الخرطوم، في أمبدة، في أم درمان، بنقيس مؤشرات كل نجاح، بنشوف نقاط الضعف وين، بنتشاور في إنها نحن نسدها. لكن نحن حتى الآن بالنسبة لنا مؤشرات النجاح في كل المحليات السبعة بالنسبة لنا ممتازة ومبشرة، عندنا بعض التوجيهات هنا وهناك قاعدين نشتغلها، إن شاء الله المشروع ده يمشي ويحقق نتائجه.
أكيد. أنا قلت لك حلقة الوصل ليه؟ لأنه لما نقول النفايات نعم. طوالي بيمشي بالنا شنو للمحلية. صحيح. لما يقول لك الليجاني بتاع النفايات كويس المسؤول فبياخذوا منه رسوم كثيرة. مين اللي قال؟ ما بناخذ منه رسوم كثيرة. أنا درس صحيح لك نوع المعلومة اللي هو نحن أول شيء النفايات دي خدمة أكيد بتقدم بكلفتها يعني زيها وزي أي خدمة بيطلب المواطن أو يفترض تتحقق وتتوفر للمواطن عندها كلفة. نحن ما بندفع المواطن كلفة النظافة لكن بندفع الرسوم اللي بتخليه أول شيء مربوط بالمزألة دي. يعني أنت لما تدفع 30 جنيه، 30 جنيه دي ما مبلغ في الشهر، ال 30 جنيه ده عشان نحن نضمن انه والله نقدر يكون عندنا اسطول يتحرك في كل الولايه. انا قبل قلت لك احنا بنفرز 7000 طن يومي. التحدي بتاع النفايات في ولايه الخرطوم هو الافراز اليومي بتاعي. احنا لو بنفرز في الشهر 7000 اصلا ما حيكون عندنا مشكله. لو بنفرز ال 7000 دي كله 10 يوم برضه ما حيكون عندنا مشكله. احنا بنفرزها بشكل يومي ويجب انه ننقلها بشكل يومي. بالتالي الكلفه والميزانيه التشغيليه لعمليه النظافه عاليه. دائرة عاليات ضخمة جدا بمواصفات معينة بمبالغ ضخمة جدا، دائرة محطات وسيطة، دائرة مرادم، دائرة عمال، دائرة فنيين، دائرة سواقين، دي كلفة عالية جدا. نحن ما بندفع المواطن كلفة المزألة دي، بندفع مساهمة على أساس أنه يستشعر بأهمية هذه الخدمة اللي بتقدم له. لأنه أنا إذا كلفة نقل الطن من الحارة لحد ما نقول المردم بتكلفني مثلا 15000 اللي هي 15 مليون. لما نجي اقول المواطن بيدفع 30000 بلقى القيمه دي او الرسم ده هو رسم مساهمه، ما دي ما كلفه. انا لما سالتك يا سعادتك توعيه للمشاهد لانه في مثلا في فئه معينه لما يجلسوا في مجلس بيقول لك والله انا جانب بتاع النفايات وقال لي لو ما دفعتها كويس يبقى في مساءله قانونيه والحكايه تمشي لمحاكم. ما هو ده رسم يعني فرضه الاجهزه التشريعيه، يعني ده الرسم ده زيه وزي اي رسم ثاني، زيه رسم استخراج الجواز، زيه زي رسم المويه، زيه زي رسم الكهرباء، هو ده رسم على اساس انك تتوفر الخدمه دي. عدم الالتزام به بيدخل الخدمه ذات المطلوبه في مشاكل. يمكن واحده من مشاكلنا وخطايانا في نفايات في ولايه الخرطوم انه الخدمه دي ما بتقدم بكلفتها. بالتالي لو القطاع السكني هو نحن عندنا مشكلتنا كلها في القطاع السكني، القطاع التجاري بيدفع مساهمته. ايوه القطاع السكني ما بيدفع المساهمه دي باعتبارات كثيره، في ناس بيفتكروا انه والله الخدمه دي مجانيه، هي طبعا ما ممكن تكون مجانيه. اكيد. لانه عندها كلفه، انت من الصباح المعتمد اذا عنده 100 آليه عايز يدي الآليات دي الوقود بتاعه وداير يدي السواقين حافزهم وداير يديهم استحقاقاتهم وداير الصيانه وداير كده، وهو ده مبلغ بتاع مساهمه. انت لما تيجي تشوف التكلفه الكليه بتاع التحريك العربيه من رئاسة المحلية لحد ما تدخل الحارة لحد ما تجمع لحد ما تمشي المردم، لما تيجي تشوف انت بتدفع قصاد القصة 30 جنيه في الشهر، انت دي بالتأكيد هي مساهمة. بالتالي اي هي مساهمة لكن هي طبعا فعلا مقننة بالقانون وهي رسم فارض المجلس التشريعي، مخالفته بتمشي للقصة بتاعت المساءلة القانون دي. لكن احنا في ولاية الخرطوم مجتهدين اكثر في انه احنا نحقق نتائج على الارض اولا، ثم بعد ذلك نستصحب ثلاثة حاجات. نستصحب نقول للمواطن الآن الوضع على الأرض مستقر، أبدأ يلتزم لنا بدفع مساهمتك نمرة واحد. أهم من مساهمتك وعيك، الوعي. أهم من وعيك إنه الوعي ذاته يتنزل لسلوك. يعني أنا قد أكون عارف إنه والله النظافة من الإيمان، قد أكون عارف مضار إنه أنا أبحثر نفايات في الشارع، لكن ما بتبع وعيده بسلوك. بننظف بيوتنا وجنب بيتنا وسخان. ايوه يعني نتعامل مع النفايات تعامل عشوائي، فنحن دايرين اذا المواطن بعد ما نحن نظفنا. ايوه. اذا المواطن ساعدنا بسلوكه. يعني الليله مثلا المواطن في كل قطاعاتهم، التجار مثلا، اصحاب المنافذ بتاعت البيع. اذا بيحتفظوا بنفاياتهم دي بالطريقه بتاعت خزن خاصه بهم لحد ما تجي، لكن السلوك الحاصل انه الان اي شخص عنده نفايات بيحتدي بها على الطريق العام. اكيد اكيد. ودي المشكله، فنحن دايرين المجهود الكبير اللي بنعمله ده بعد ما نعمل نتائج كويسه ايجابيه على الارض، دايرين الثلاثه حاجات دي، دايرين مساهمه المواطن، دايرين وعيه، ودايرين سلوكه تجاه الحفاظ على قضيه البيئه. طيب يا سعادتك، اذا اديناهم وعي زي ده كويس بلسانك، فليه ما في اكياس بلاستيك باسعار يعني زهيده انه تساعدهم في انه يلموا الوسائل؟ عشان كده انا قبيل بقول لك دي خدمه بكلفتها. يعني انا قبيل بقول لك انه يعني نحن في فتره من الفترات ممكن اذا المواطن بسلوكه بوعيه ما حيحس انه الكاس بتاعت البلاستيك دي عندها كلفه. ليه؟ هي بتبقى عاليه الكلفه ليه؟ لانه انا داير على مدار الساعه اطلع نفايات، داير اطلع نفايات على مدار الساعه، معناته انا حاستهلك أوعية بتاعت بلاستيك كثيرة. لكن لو أنا تعودت على الخزن المنزلي
حفظ النفايات، ودي من نفايات منزليه ما مزعجه، عادي ممكن تحفظ وتخزن لمده يومين لمده 3 يوم. كل ما تجي مثلا احنا عندنا الحاجات الصغيره دي، الحاجات الصغيره دي داخل الاحياء، يفترض المواطن كله يعرف انه كل يوم مرتين في الاسبوع يفترض تتسحب منه بشكل منتظم وبشكل راتب. المواطن اذا بيحافظ انه كل مرتين في الاسبوع يطلع نفاياته ما بيحتاج لكميات كبيره من لكن الاوعيه. لكن يا سعادتك الحاويات الصغيره دي ما في كل حي. ما في كل حي، برضه بنرجع نقول كلفه، لانه انت مثلا احنا موزعين اسم موفرين 50% من الحاويات، في 50% لسه نحن متعاقدين على جهات مع جهات انها توفرها لنا بمبلغ ضخم جدا. نحن بنمشي وبنجي بنقول الوضع اللي نحن فيه ده سببه عده عوامل، لكن واحد منها انه نحن عندنا عجز في التوفير او تقديم الخدمه دي بكلفتها. يعني مثلا كلفتها عاليه، حاويه مساحتها 14 يارد، الحاويه دي ب 15 مليون او 11 مليون. انا الان موزع 1400 حاويه، بجي بلقى مواطن بعد الحاويه دي وبكلفتها دي ممكن يخط لي نفايه تحتها، ما يخطها داخل الحاويه. انا داير اقول انه صحيح في قصور في الاجهزه الاداريه، في قصور في المنظومه الفنيه ماشيين نحن نكمله، لكن برضه في مساحه يفترض يقطعها المواطن يجي علينا في انه يتعامل التعامل الصحيح والواعي والسليم مع البيئه. لانه قاعد نقول للناس انت لما تطلع نفاياتك بشكل ما منتظم ما معناته انت تخلصت منها، حتجيك بشكل او باخر في شكل ذباب في شكل بول في شكل كده. اكيد عشان كده احنا قاعدين نقول التخلص الامن من النفايات، او نقول الاخراج الامن من للنفايات. الاخراج الامن للنفايات انه انا اضمن نفاياتي حطيتها قدام بيتي ما حتقعد يومين. عشان كده نحن نلتزم بالمواعيد والمواقيت ونلتزم باستخدام السليم. الليله انا عندي حاويات قدر اللي وزعته ده في نسبه مقدره قريبه 15% بتحرق او تكفى، المواطن ممكن دائره تكون جنبه لانه يفتكروا ان ذاته ممكن تتحول، هي ما بتتحول الى 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 تكدس الا اذا اساء استخدامها. أكيد. من الجهتين، من الجهه اللي بتجي تسحب الحاويه ودي احنا شغالين عليها زي ما قلت لك، ومن الجهه اللي بتستخدم الحاويه. اكيد فدي تعقيدات نحن كلنا لما نطلع كل سبت ونقول فيما بيننا ونتشاور ونمارس فضيله عمل الصحه البيئه ده بنصل فيها، لانه القصه دي قصه مشتركه ولازم نديرها بوعي مشترك. يعني اذا المحليه وفرت الحاويه المواطن ما احسن استخدامه ما بننجح، اذا المحليه ما وفرت الحاويه لسه في حاويات جايه، والمواطن برضه ما تحرك تحرك ايجابي لحفظ النفايات بتاعته لاخراجها بطريقه علميه بطريقه امنه بالنسبه له ذاته، برضه ما بنقدر نصل الطريق الكامل في قصه النفايات. فهي دي الفكره الاساسيه، انه الموضوع ده موضوع مشترك مكمل، يعني كله مكمل بعضه، لازم نمشي فيه مع بعض. ايوه اي يعني الحكومه براها ما حتقدر أكيد. ولا المواطن براه بيقدر يتخلص من قضيه النفايات. اكيد حريق ام درمان السوق حريق كبير جدا جدا. نحن في يعني نساهم ونشاطر اخواننا والتجار في سوق ام درمان لهذا الحادث الكبير، لكن نحن قاعدين نقول باستمرار نحن تعاملنا مع القانون دائما واللوائح تعامل فيه ارتخاء شديد، وبعدك نجي نندم. القوانين دي جزء من التشريع اكيد، ولما يبقى تشريع بيبقى خلاص ده رباط بين المواطن وبين بين المؤسسات، فنتخلى عن تنفيذه ونجي نندم فيما بعد. نحن شفنا سوق ام درمان كمجلس اعلى للبيئه، عندنا اداره المختبر البيئي رفعت تقرير، عندنا الاداره العامه للبيئه رفعت تقرير، عندنا الناس الاثر البيئي والاشتراطات البيئيه رفعوا تقرير، ديل كلهم كونهم في لجنه. حقيقه نحن متخوفين، وخلينا من خلال البرنامج ده يا استاذ روعه ومن خلال هذه القناه نقول للناس انه التراخي في تنفيذ الاشتراطات البيئيه بمختلف تفاصيلها والتراخي مع الاشتراطات التامينيه هي اللي بتدخلنا في مشاكل زي دي. ممكن نمشي سنين طويله لكن تجي لحظه بنكون نقول يا ريت لو نحن مشينا. سوق ام درمان واحده من مشاكله التوصيل العشوائي للكهرباء، واحده من مشاكله انه ما في سوق بالاكتظاظ ده بالحجم ده مداخله ومخارجه ما مؤمنه. اكيد اكيد ما في سوق بالحجم ده وبالاكتظاظ ده وبالازدحام ده انت بتعرض فيه الاصناف المختلفه للبضائع في حته واحده. نحن مشينا لقينا في عرض للعطور وللكريمات وللاقمشه وللتوابل كلها في حته واحده، كلها في حته واحده، ما بيحصل كلام زي ده. نحن عندنا اشتراطات لانشاء الاسواق، صحيح قانون البيئه ده قام متاخر، لكن نحن قاعدين نصير انه الالتزام بهذا القانون مهم جدا،
لانه بقينا كثير جدا من الشرور، وانا ما بقول الاسواق بس، حتى المناطق الصناعيه، حتى تخطيطنا للمزارع، حتى تخطيطنا للصناعه، تخطيطنا لكل انشطتنا. يمكن الاخ الوالي اصدر قرار انه كل المنشات في ولايه الخرطوم وكل الممارسات في ولايه الخرطوم يجب انها تحاط وتؤطر بالموافقات البيئيه. انت عندك مصنع بتاع بوهيات دار تصدقه، ما بنخلي وزارة الصناعة تصدق لك مصنع بوهيات جنب مصنع بتاع زبادي أكيد أو مصنع بتاع مأكولات، وبنفس المستوى ما بنخليك تعرض بضاعة طبيعتها كيميائية جنب بضاعة طبيعتها غذائية. أصلا ده ما بيحصل في الدنيا كلها، وإلا نحن بعد ما يعني ما نتساءل لأنه الأمراض والمشاكل بتجينا من وين؟ أكيد بتجينا بسبب عدم التزامنا بالاشتراطات، والاشتراطات البيئية ما عشان تقيد الزول، عشان تحميه. يعني واحدة من مشاكل سوق أم درمان اللي انت ذكرتها، الان احنا عندنا تلوث في المنطقة، صحيح ما مزعج كبير ما خطر، لكن بادرة انه بعد شوية اذا الحريق ده كان امتد ولا استمر ولا كده بيكون عندنا يعني النسبة بتاع التلوث مخيفة في فضاء السوق، وده كله لانه نحن بنعرض حاجات كلها ذات طبيعة مختلفة بنعرضها في حتة واحدة. لما يحصل اشتعال بدل نحن نتوقع ضرر من جهه واحده يجينا ضرر من اكثر من كل الجهات. أيوة. ودي المشكله. فنحن الان كونا اللجنه دي، واللجنه يمكن بعد يومين بترفع تقريرها، ونحن برضه مصرين على الاخوه المخططين سواء كان في المحليه ولا التخطيط العمراني ولا غيره انه يلتزموا بالاشتراطات البيئيه للتخطيط ويعرض تخطيط سوق درمان. طيب يا سعادتك، بتقصدوا شنو بالترقيه الحضريه كوزاره؟ في ناس بيفتكروا انه الترقيه الحضريه دي مقابل السلوك الريفي، ما صح. نحن بنقصد الترقيه الحضريه السلوكيه، يعني اي سلوك للانسان في مختلف مناشطه وحركته اليوميه نحن دارين نرتقي بهذا السلوك في كل سواء كان هو في داخل المدينه سواء كان هو في الريف. اكيد لانه هو المواطن حركته وفعله الاستهلاكي اليومي ومناشطه اليوميه لو ما انضبطت مشت لمستوى معين بيكون عندنا مشكله. ترقيه السلوك الحضري، خليني اديك مثلا امثله. انت متعهد بتاع حفلات مثلا، ما بتقوم بلصق دعاياتك واعلاناتك حسب ما اتفق، يعني اي حته ممكن دي عدم ترقيه بتاع سلوك حضري. اكيد عندك سياره يفترض تكون عندها مواصفات معينه للجهاز بتاع العادم بتاعها، لما ما ده عدم ترقيه بتاع سلوك حضري. لما حتى في قانون الحركه العادي ده انت ما تلتزم بالقانون اللي بينظم، يعني هو ببساطه دفع المواطن لانه يلتزم بالقوانين واللوائح المنظمه بصفه عامه، سواء كان لنشاطه التجاري ولا نشاطه الزراعي ولا نشاطه الرياضي ولا نشاطه الاستهلاكي، كله ده نحن بنعني به ترقيه السلوك الحضري. طيب الصرف الصحي، بالخرطوم بتعاني من الصرف الصحي من زمان. نعم. وإذ بالذات في العمارات. نعم. يعني هي مدخل جنب العمارات، ويعني حتى حيه كويس الاجانب لما يجوا من برا من المطار، فدائما الصرف الصحي منفجر وروائح كريهه. نعم. احنا قاعدين نقول دائما انه احنا في المجلس الاعلى للبيئه قاعدين نتحمل او قاعد يقع على عاتقنا وعلى على على, على مسؤولياتنا تراكمات كثيرة يمكن حصلت قبل تكوين المجلس الأعلى للبيئة، ويمكن حصلت قبل قوانين البيئة في ولاية الخرطوم. من ضمنها الانفجار العمراني اللي حصل في ولاية الخرطوم. كلامي صحيح، ولاية الخرطوم الشبكة المركزية فيها بتاعت الصرف الصحي، الشبكة الوان يونت دي ما بتغطي أكثر من 7%. بقية الصرف الصحي الموجود ده هو صرف منزلي، صرف بتاع شركات بتعملوا وراها، واحيانا بيكون عندنا ما راعينا او المخطط ما راعى المدى الزمني اللي ممكن تستوعبه الشبكات دي. يعني مثلا احنا لما عملنا شبكه الصرف الصحي او لما اتعمل شبكه الصرف الصحي في السوق المحلي على اساس انه الشبكه بتاعت الصرف الصحي دي تغطي 500 دكان مثلا. الان كل دكان ارضي يرتفع في شكل بنايه، بيقى هوزاته بشكل عماره فيها 3-4 طوابق، بيقى تضاعفت منافذ المتاجر اللي شغاله في شبكه الصرف، بيحصل لها انفجار. وهذا ما حصل في العمارات وحصل في عديد من مناطق الولايه. عموما هو قضيه الصرف الصحي واحده من التحديات الضخمه جدا، التحديات التخطيطيه اللي بتواجه الولايه، ودي محتاجه لعامل كبير جدا، ولان هي طبعا الصرف الصحي بيسبق التخطيط او بصاحب التخطيط، لانك انت قبل ما تنشئ اي حي سكني يفترض تتوافر الخدمات دي، خدمات الصرف الصحي، شبكه الصرف الصحي. اكيد وللاسف الشديد ده ما حاصل. نحن بنجي بعدك نعمل
معالجات. وده التحدي اللي حيواجه الحكومه في ولايه الخرطوم وحيواجه الحكومات القادمه في ولايه الخرطوم. نحن عندنا تمدد عمراني مهول في ولايه الخرطوم أكيد وما مستصحبه اكتمال البنى التحتيه من صرف صحي وغيره وغيره وغيره، وده حيظل تحدي. يعني كأننا نظل نسابق الظل في قضية الصرف الصحي. أكيد النفايات الطبية، النفايات الطبية نفايات خطيرة جدا جدا، ليه بتجمع مع النفايات العادية؟ النفايات الطبية ما فيها مشكلة بالنسبة لنا، نحن أيوه ما إفرازنا فيها محدود. نحن الآن بنغطي 4000 وحدة طبية، من صيدلية لمستشفى لمعمل لعيادة لغيرها، ما عندنا فيها مشكلة مطلقاً. حتى لو ما جاتنا مفروزة، حتى لو شلناها، صحيح الإفراز ده تحدي إنه نفرز النفايات كلها، لكن إحنا الآن أي نفايات بتجينا من المستشفى بنتعامل معها باعتبار نفايات طبية عشان نوسع دائرة الاحتياط والحذر. وعندها مرضى مخصص لها براها ما فيها مشكلة، عندها آليات براها بتنقلها، يعني ما بتمشي المحطات الوسيطة، عندها كادر بيعملها براها وبينقلها بطريقة براها، عندنا وسائل تخلص منها بصورة مختلفة. يعني نحن عندنا محارق طبية، عندنا أكثر من تقنية لمعالجة النفايات الطبية. يعني ما بتكون مع العادية أبداً، لا للآليات ولا بتمشي المحطات الوسيطة ولا بيتم التخلص منها في المردم بتاع النفايات العادية، طب مختلف. نطلع فاصل سعادتك ونرجع، حبار. نطلع فاصل مشاهدينا الأعزاء ونرجع. رجعنا لكم من تاني مشاهدين الأعزاء وما زلنا مستمرين في برنامج الصحة والأسرة والمجتمع، والليلة موضوعنا موضوع كبير جدا جدا عن النظافة والوعي الصحي البيئي وتصحيح البيئي. ومعانا من جديد برحب بك سعادة الوزير. حبابك، مرحب بك. طيب نكمل كلامنا عن النفايات، اتكلمنا عن النفايات الطبية، حنتكلم عن النفايات الإلكترونية والخطيرة. أيوة نعم، وده الشق الثاني أو الثالث المزعج، النفايات الطبيعية والنفايات الطبية والنفايات الإلكترونية والنفايات الخطرة. الأخيرة دي هي الأكثر إزعاجا، لكن الكويس إنه في ولاية الخرطوم هي الأقل حجما ومساحة، لكن بقلتها دي إحنا برضو حقه في البرنامج ده ننبه الإخوة المواطنين إنه النفايات الخطرة إحنا قاصدين بأي نفايات ممكن تكون مشعة، يعني ودي مداخلها كثيرة جدا، الصور الأشعة، كثير من الإجراءات الطبية اللي بتتعمل وكده، دي منها تخوف. النفايات الإلكترونية اللي هي بقايا الأجهزة الإلكترونية، ناس كثيرة جدا، أسر كثيرة جدا بيكون عندها الأجهزة دي، بقايا الأجهزة سواء كان تلفزيونات أو روادي أو موبايلات أو كمبيوترز، دي كلها لما تبقى ما صالحة للاستعمال للأسف الشديد المواطنين بيحتفظوا بها. ونحن قاعدين نقول للمواطنين انتم ما تحتفظوا بالنفايات دي، احتفظوا بالنفايات الطبيعيه دي ممكن تمارسوا فيها عمليه الخزن المنزلي، بل يكون في حاويه صغيره داخليه في المنزل، لكن دي يجب انه الناس ما يحتفظوا بها، ويجب انه برضه تطلع والناس يتعاملوا مع تعامل واعي، لانه هي دي مشعه وخطره. لكن برضو الشيء المطمن فيها ان حجمها ما كبير بالنسبه لنا، احنا شغالين برامج بتاع التوعيه على كيفيه التعامل مع النفايات الالكترونيه. أكيد. طيب في دول كثيرة زي السعودية وزي مصر كثافات السكانية كبيرة جدا جدا، بيعرفوا كيف إنه يتصرفوا مع النفايات ونحن ما بنعرف، ولا شنو يا سعادة الوزير؟ كويس، ده سؤال كويس. مصر التعداد السكاني مثلا يمكن يكون ضعفنا مرتين أكيد. أو ثلاثة، وقد يكون هم ما عندهم مشكلة في قضية النفايات، لكن هم طلعوا من قضية النفايات دي في وقت قريب، الأثيوبيين برضو طلعوا منها في وقت قريب، السعوديين برضو، لانهم استصحبوا منهج بتاع البنى التحتيه، او ده اللي احنا شغالين عليه. نحن الخرطوم دي باتساع ده وبسكانها ديل، نحن بنتكلم عن 7 مليون مواطن او 10 مليون مواطن، اخر تعداد كان بيتكلم عن 7 مليون، اكيد الرقم ده زاد. المساحه بتاعت ولايه الخرطوم نفسها كبيره، يعني 40 كيلومتر شرق البحر و40 كيلومتر غرب، ومساحه ضعف الكلام ده من الشمال الى الجنوب. أكيد. ما كان عندنا بنى تحتيه مكتمله، عشان كده نحن الناس بيحسوا انه نحن مرهقين في قصه النفايات. اهم شيء في البنى التحتيه انه لازم يكون اي محليه فيها محطه وسيطه داخليه. الان القاهره في عدد مهول من المحطات الوسيطه. وده المحطه الوسيطه ليه يا روعه؟ لانه المحطه الوسيطه بتقلل المساحه بتاعت حركه العربيه. المحطه الوسيطه دي محطه مناوله،
بتفرغ فيها العربية، إذا عندنا عربية شغالة الآن في بري أو شغالة في المنشية أو شغالة في الجريف، دخلت جمعت النفايات، النفايات اللي بتوديها وين؟ في السابق كان بتمشي مساحات طويلة جدا جدا للمردم النهائي خارج الولاية، بتمشي 70 كيلومتر وبتجي راجع في 70 كيلومتر. الآن احنا بنعمل في محطات صغيرة بتاعت مناولة، بنسميها محطات تحويلية أو محطات مناولة صغيرة، بدل ما العربية تطلع خارج حدود المحلية تفرغ داخل هذه المحطة، والمحطة دي بنقول نحن بنقول محطة آمنة معمولة بمواصفات علمية، ومصروف عليها صرف يمكن المحطة الواحدة بتكلفنا 70 مليون 70 مليار. احنا الآن بنعمل، كان عندنا محطة واحدة في الرميلة والضغط عليها عالي جدا، لكن احنا الآن بنعمل محطة جديدة في الخرطوم في صوبة، وبنعمل محطة جديدة لناس جبلولية في الأندلس، وبنعمل محطة في جنوب أم درمان في أبو سعيد، وبنعمل في محطة لناس كرري في كرري، وبنعمل في محطتين لناس بحري وشرق النيل في منطقة والدفيعة. جهود كبيرة أكيد. دي مبالغ ضخمة. أيوة لما نحن نبتدي نستلم المحطات الوسيطة دي، إذا أنا محتاج في الظرف الحالي أشتغل ب 700 آلية، باكتمال المحطات أنا بشتغل بنص العدد ده. ليه؟ لأنه الآلية الواحدة اللي بتشتغل لي بانعدام المحطات بتشتغل دور واحد، الآلية الواحدة بوجود المحطات ممكن تشتغل 5 أو 6 أو 7 أدوار، يعني ممكن تقول لي 7 مرات، ممكن تدخل لي 7 أحياء. الآن أنا عربيتي بتضيع زمنها كلها في إنها بتطلع للمردم النهائي خارج الولاية، يعني عندي 3 مرادم، واحد في طيبة في أقصى جنوب أم درمان، واحد في أبو وليدات أقصى شمال أم درمان الولاية، وواحد في طيبة أقصى شرق. أي حركة للعربية من داخل الأحياء عشان تصل المرادم دي بتضيع زمن كثير، وبالتالي أيوة. المواطن بيفقد العربية في الأحياء، لأنه العربية وين؟ بتقطع في مسافة عشان تشيل 10 طن تكملهم في آخر المردم. بإنشاء المحطات الوسيطة دي واكتمالها، نحن بإذن الله سبحانه وتعالى نستلمها أول السنة الجديدة نفسنا بيبرد زي ما بقولوا بالدارجي، وبنقدر نتعامل بهدوء تاني، بنقدر حركة العربات بتاعتنا بدل نحن بننقل مثلا 70 دور في اليوم ممكن ننقل 500 دور في اليوم. أكيد ربنا نعم. يكون في عونكم. عندنا تقرير صغير يا سعادتك نشوفه سوا ونرجع. حبابك. إن التمدد الجغرافي لولاية الخرطوم في محلياتها كافة والهجرة السكانية المستمرة وازدياد الوجود الأجنبي وضع قضية النظافة أمام تحد كبير نسبة لزيادة المطاردة في الإفراز وتنوعه، ولإدارة النفايات بأنواعها المختلفة بطرق سليمة عبر مراحلها الثلاث والتي تبدأ بمرحلة الجمع ويليها النقل وأخيرا المعالجة النهائية، وضعت هيئة النظافة سياسات ومعايير لتقديم الخدمة والتي تتطلب تشريع القوانين المنظمة والحارسة لها. كذلك قامت هيئة نظافة ولاية الخرطوم بإنجاز منظومة موحدة للسياسات والمعايير لأول مرة لجميع نظم الإدارة المتكاملة للنفايات لضمان تقديم خدمة كافية ومستمرة ومستقرة. تفرز ولاية الخرطوم التي يزيد عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة 7000 طن يوميا. تمكنت هيئة نظافة ولاية الخرطوم من زيادة نسبة السحب 60% في عام 2016 إلى 75% في العام 2017. وغطت السياسات منظومة النقل من المنازل، المباني متعددة الطوابق، الأسواق، الشوارع، المناطق الصناعية، النفايات الطبية والبيطرية والخطرة والإلكترونية. وقد حسم الإطار الاستراتيجي الذي اعتمدته ولاية الخرطوم السياسات الكلية والرؤية والأهداف وإجازة قانون حظر تداول أكياس البلاستيك الخفيفة للعبور بملف النظافة إلى بر الأمان، لنرى الخرطوم نظيفة وجميلة ووجها مشرقا لبلادنا. وتم وضع استراتيجية للوصول إلى نسبة 100% عبر تكملة البنى التحتية للمحطات الوسيطة بإنشاء عدد 6 محطات وسيطة جديدة تضاف لمحطتي الخرطوم وأم درمان، لتصل ل8 محطات خلال منتصف العام القادم بتكلفة كلية قدرها 147 مليون جنيه. وستضاعف هذه المحطات الجديدة السعة الاستيعابية من 300 طن يوميا إلى 3200 طن لتصل إلى 1000%. يصاحب ذلك استكمال الأسطول الساحب بشراء عدد 185 ضاغطة و75 رولف بتكلفة كلية قدرها 25 مليون دولار.
واستكملت حكومة ولاية الخرطوم خطتها في التوسع الأفقي في البنى التحتية بإنشاء محطة وسيطة في أمبدة وبتكلفة مالية قدرها 69 مليون جنيه، وهي جاهزة للافتتاح خلال الشهر الجاري، وعدد 6 محطات وسيطة تحت التشييد في كراري وأبو سعد السليت صوب غرب جبل أولياء وودفيع بشرق النيل بتقنيات حديثة تواكب التطور التكنولوجي، والتي ستساهم في توسيع خدمة الجمع ومنع انتشار المرادم غير الصحية، تقليص المسافات بين مراكز التجميع وأماكن التخلص النهائي، توفير مستوى خدمة يتناسب مع احتياجات المناطق السكنية والتجارية المخدومة، رفع كفاءة أنظمة التدوير والتقليل من كميات النفايات المفرزة، تشجيع القطاع الخاص للعمل في إدارة النفايات الصلبة، تقليل تكاليف النفايات من مسافات طويلة باستخدام العربات الصغيرة. إن تفوق الهيئة في أدائها ومطابقتها للمعايير على المستوى الإقليمي عربيا وإفريقيا يعبر عنه اختيار الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا للخرطوم في عام 2016 لتطبيق نظمها، فجاء دعمها ماديا وفنيا ولوجستيا. كما يضاف إلى ذلك النجاح الواضح في إدارة النفايات الطبية والبيطرية. عندنا جهود مبذولة أيضا بالنسبة للنظافة بالنسبة للمجال الطبي والصحي، حيث مسألة النظافة في المستشفيات وفرز النفايات في المستشفيات ومعالجة النفايات الطبية. إن التطوير النوعي والمستمر لأجهزة الهيئة وكوادرها سيهيئ البيئة المناسبة لنجاح المبادرات المجتمعية لنظافة الخرطوم، والتي يعبر عنها هذا الحراك الكبير في كل أحياء محليات الولاية والصدى الإعلامي الواسع لها في الوسائط الإعلامية المتعددة. ومواطن الخرطوم موعود بصفحة جديدة أكثر إشراقا في النظافة وصحة البيئة، لأن مبادراته وحراكه هذا قابلته حكومة الولاية بإرادة سياسية حقيقية يعبر عنها عزمها وإصرارها على إزالة كل مشاهد التلوث البصري ومعالجة رداءة الشوارع. في قضية النفايات ونقلها وجمعها نحن سندخل في العام القادم إن شاء الله في بداياته بإضافات كبيرة في مستوى البنى التحتية ومستوى الآليات. الآن نحن أنهينا أو استلمنا محطة أمبدة الوسيطة، انتهى العمل فيها، سنقوم بافتتاحها خلال أسابيع من الآن، وهنالك 5 محطات وسيطة موزعة على المحليات الستة المتبقية: كراري، أم درمان، الخرطوم، جبل أولياء، وبحري الكبرى. هذه المحطات الوسيطة ستضيف 3200 طن إلى المحطات اللي كانت قائمة، اللي كانت سعتها 300 طن. والناس بيلاحظوا انه النقله من 300 طن، القفز من 300 طن الى 3200 طن يقارب رفع هذه النسبه الى حوالي 1000%. يعني احنا حنرفع نسبه استيعاب المحطات الوسيطه الى 1000%، ونفتكر ده ايضا تم بمواصفات علميه محسوبه، بحيث انه كل محطه وسيطه اي عربيه حامله للنفايات لا تتحرك اكثر في قطر اكثر من 8 كيلومتر. أيضا نحن طلبنا حقيقة بدعم من الأخ الوالي، طلبنا عدد كبير من الآليات بتمثل في 185 عربية ضاغطة، وبتمثل في 75 آلية رولف، وعدد 3000 حاوية. حقيقة بكده نحن بيكون أكملنا البنى التحتية الخاصة بعملية نقل وتجميع وتخلص من النفايات. نحن في الفترة الماضية كنا ننقل 2500 طن، ارتفعنا إلى 5000 طن، تبقى عجزنا الآن حقيقة من المفرز يومين حوالي 2000 طن. نحن بنفرز في ولاية الخرطوم 7000 طن،
بننقل حتى الآن حوالي 5,000 طن ونسبة 2,000 طن بتمثل العجز. بدخول هذه البنى التحتية محطات الوسيطة والآليات والحاويات مطلع العام القادم بيكون نحن حقيقة وصلنا لمستوى أداء 100%، ننقل ما يفرز بشكل يومي بنسبة 100%. حتى إذا تضخم هذا وارتفع هذا الإفراز من 7,000 إلى 10,000، نحن بالبنى التحتية بتاعتنا دي الست محطات وسيطة المضافة وال250 آلية المضافة وال3,000 حاوية المضافة بيكون عندنا قدرة استيعابية للسحب اليومي بنسبة 100%. وحقيقة ده أمر غير مسبوق في ولاية الخرطوم، من هنا تتوفر لنا آليات بمبلغ حوالي 25 مليون دولار وكلفة بتاعت إنشاء محطات وسيطة أيضا بمبلغ مالي ضخم حوالي 147 مليون. بهذا الاكتمال حقيقة نحن بيكون دخلنا وأغلقنا ملف النفايات نقلها وتجميعها والتخلص منها بشكل آمن إلى الأبد بإذن الله سبحانه وتعالى. إن النجاح الواضح في إدارة النفايات الطبية والبيطرية تقف وراءه حكومة ولاية الخرطوم التي وفرت كافة الإمكانات وحققت مستوى عاليا من النظافة بالمستشفيات والمراكز الصحية المختلفة، مما أحدث استقرارا وانتظاما في الخدمة. كما أسهمت حكومة الولاية في زيادة مواعين النقل من حيث الحاويات بأحجامها المختلفة والناقلات بأنواعها ومهامها، مما يزيد معدلات السحب والنقل والتخلص النهائي.